بمشاركة رسمية وشعبية انطلقت فعاليات ماراثون حمص من أمام الساعة الجديدة بمركز المدينة، واللي استمر لمدة 3 أيام. هذا ماراثون حمص العادية، طبعا نحن بنشكر برعاية محافظة حمص، بنشكر الجهات المعنية اللي ساندونا لينجح هيك مهرجان. مؤسسة الموصلة للمعارض الإمارات، هذا أول نشاط لإلها بهم رياضي اجتماعي لحمص، أهالي حمص لإسعادهم وإزالة الفرح. نحن اليوم بالتنظيم جامعين أهل حمص نشرنا على صفحاتنا، العالم كلها شاركت، كان المتوقع أقل من هيك، ما شاء الله تفاجأنا بأهل حمص. الله يديم الفرحة والسعادة والبسمة لسوريا وحمص، لأنه عن جد حمص متعودين أن نحن نكون هيك فرفوشين ومبسوطين ودائما لنا بسمة بمبادراتنا وفعاليات. والله هو الاحتفال احتفال رياضي حالي اجتماعي كمان، دمجنا رياضة مع المجتمع، رياضة للجميع، سميها أنا بسميها الجميع. أتمنى يكون هالشيء إنه تشجيع للأهل للأسر إنه ينزلوا أولادهم على الأندية على المراكز التدريبية مشان نشط الرياضة بهالبلاد. الماراثون يلي نظمته شركة مصلي للمعارض بالتعاون مع فعاليات تجارية وصناعية وجمعيات أهلية، تضمن بيوم الأول فقرة اليوغا لفريق هبة التطوعي، وعرض تراثي لفرقة الفرسان للعراضة الحمصية، وفقرة دبكة قدمتها فرقة زهرة المدائن للفنون الشعبية، وعروض جمباز وعرض فني راقص لأطفال جمعية رعاية الطفل، وفقرة عزف موسيقى لأطفال طلائع البعث. حلو فعال اليوم، شفنا كثير نشاط من المشاركين، كانوا صغار ولا كبار السن ولا يافعين ولا ذوي الإعاقة، كله كان متحمس ليشارك بالماراثون ويثبت لحاله انه هو بيقدر يعمل شيء. كان الركض من عنده وسيد الرئيس لعند الساعة الجديدة معلم حمصة، وكانت المشاركة كثير جميلة وفعالة وحلوة. انا ماشي من نهارين طلعت لقيت في اعلان حاطه بشركة الموصلة انه في عندهم ماراثون حمص العادية، فانا حبيت شارك فيه مع انه انا من كبار السن، لقيت حالي مع 3 أو 4 من كبار السن اللي شاركوا معنا هالسباق هذا، والحمد لله حصلت على المرتبة الأول بالسباق. مشاركنا هون بماراثون حمص العادية هو المشاركة 3 أيام، نحن من الرعاة لندعم حمص لترجع حمص، لأنه كلياتنا بنآمن بفكرة عمار يا حمص لترجع حمص وفعالياتها، حمص بيلبق لها الفرح. نحن بنتمنى يكون هذا الشيء سنوي، يعني ذكرى سنوية كل سنة نعملها ونطور عليها زفينا. الماراثون كثير حلو وكان عدد المشاركين منيح، ونحن يعني هاي المشاركات اللي بتصير هي خدمة لأهالي حمص وروح حلوة لحتى نستقبل الصيف ونستقبل الفعاليات الحلوة. هدف الفعالية دمج اليافعين وأطفال داون وكبار السن مع بعضهم البعض، ناهيك عن أجواء من الفرح والتميز طغت على المكان.